الحين خلينا نشوف المفاجأة اللي محضرتها لنا هنا. يعني حلوة المفاجآت صراحة، خاصة بداية الأسبوع والحماس للإنسان يكون فيه. فعلمينا وش السالفة. شوفي، حماس كتير. يمكن هاي الفكرة كنت عم فكر يعني وأخذها بعين الاعتبار من فترة طويلة، وإلنا خلينا نبدأها صح ونعملها خطة ونشارك فيها كل متابعينا. هلو. ما تكون بس شيء بنعمله ورا الكاميرا. فحبينا نشارك هاي التجربة اللي هي لصديق وأحد زملائنا هون بأم بي سي. ما رح طول عليكم الخبر، خلينا نشوف شو صورنا مبارح وشو عملنا، وحنكمل معاكم بقية الخطة. كثير منا بيعانوا بخسارة الوزن أو بالحصول على الوزن المثالي. اليوم رح نعيش تجربة حقيقية معاكم مع زميلي من أم بي سي فادي صغيب، المدير الفني فادي. ترى نحن اليوم فادي حنبدأ بالخطوة الأولى مع تينا شغوري. الخطوة الأولى والأهم اللي هي حيكون فيها تحاليل دم، فحوصات للعضل، الوزن، الفات، كل هاي الأشياء. أكيد مع تينا حنحصل على البداية الصح. جاهز؟ جاهز. يلا. هاي. تينا، نحن دائما بيننا نقاشات عن نمط الحياة الصحي وعن الأكل الصحي والأكل الطيب. واليوم فادي شخص كتير بيعز علي، وبدي أقول لك إنه من عنده أخذ القرار. كيف بدي بلش؟ أهلا وسهلا فيك وبفادي. شو هي الخطوة الأولى اللي حنعملها لحتى ندرس لنقول جسم فادي أو نمط حياة فادي بطريقة صح؟ أوكي، بمرحلة أولى حأسأل فادي كم سؤال حيجاوبني عليهم. بمرحلة تانية حنعمل تخطيط نسبة الدهون والعضل بالجسم، مشان يكون عنا إذا بدك رفرنس نمشي عليها تنعرف كيف عم يتجاوب جسمه مع هذه الحمية. وبس نعمل هول اثنين وبدنا نعمل له فحص دم، أكيد تنشوف إذا عنده مشاكل بالدهون، إذا عنده مشاكل بالسكر، كله بيتوقف أكيد على هلأ يعني شو حيطلع معنا من هيدا الاستشارة. بدي منك تعطيني بس فكرة سريعة، آخر دايت عملته قديش نزلت وزن وشو كان؟ شو كانت الأسس تبع الدايت؟ آخر دايت من شي 5 أشهر 6 أشهر كنت عامل intermittent fasting. سو بضلني كل النهار بلا أكل لساعة 4 بعد مثلا، من بالليل لساعة 4 يعني بلا أكل شي 16 ساعة، بعدين بفلت بس على الميل اللي بدي أكلها. إذا كنت مبسوط كتير أو زعلان كتير أو مضغوط كتير تلجأ للأكل؟ مبسوط، زعلان، مضغوط، أكل. هاي هي الشخصية المحببة عندي صراحة. إذا زعلانين بدنا أكل، إذا لو شو ما عم بعمل خلاص بدي أكل. في شغل بدنا نشتغل فيه. بدنا هلأ نبلش نشوف نسبة الدهون ونشوف كيف النتيجة لحتى تكون مدروسة صح، ويمكن على أساسها حنشوف مع المتابعين ونحن كلنا مع بعض حنشوف النجاح بهالبروسيس. يلا. أهم شيء أول شيء حنشوف الوزن أكيد، حنشوف نسبة العضل، كتلة العضل، كتلة الدهن، وتقسيم الدهن بالجسم، يعني وين أكثر شيء مركز، وين لازم نركز أكثر شيء، هذا أكثر شيء بيستفيد منه المدرب الرياضي. يلا وصلت النتيجة يا فادي. سو عندك نسبة الدهون، هيدي أهم شيء نطلع عليها، هي 41% من وزنك. يعني بالوزن عندك 52 كيلو دهون، هيدا أكيد بدنا نشيل على القليلة 20 كيلو منه. هو اصلا فادي بس نطلع على نتيجتك ضروري كثير نحط تارجت اول انه ننزل عن المين، يعني بدنا هلا بحدود بين 4 أشهر ل6 أشهر. طبعا عم نحكي تغذيه سلوكيات ورياضه اكيد، يعني تقريبا من هون لموسم الصيف بتكون طبقت الخطوه الاصعب والاكبر، نرجع بنكفي وجهزت حالي للصيفيه. ثانك يو. باي باي. يعني هلا فادي اليوم عملنا الخطوه الاولى، وهلا صار وقت الخطوه الثانيه. يلا فادي. طبعا نحن بدينا بالجزء الاول بموضوع الاكل، ويمكن عملنا كثير تفاصيل وتحمسنا عليها. وفادي قديه نسبه الحماس؟ سهله. ديديكيتد 100%. 100%؟ 100%. يعني فادي حنشوفه بتجربة كثير مختلفة، وأكيد بإيدين الترينر كوتش عمر. أهلين. يعني أنا مضمون 100% فادي. هلا صباحك فادي. طبعاً فادي دائما نسمع مسوي دايت، لا رجعت بكلامي. فالحين أنت قدامك رحلة مرة حلوة مدتها تقريباً 6 أشهر، المشوار شوي طويل، وأول محطة أنك بتكون مع الكوتش عمر وهو بيهتم فيك بالرياضة، إيش تسوي؟ فوش راح نسوي اليوم؟ أنا مأمنة عليك، حروح على المطبخ لأنه بعد شوي رح نرجع نكمل الفقرة.
يعني فادي هذه أحلى شيء أنت بتسويه وبتتغير حياتك صراحة يعني. إيه. فإن شاء الله يعني إن شاء الله تحقق الهدف اللي أنت بتوصل له. فخلينا نسأل عمر اليوم أنت وش بنبدأ نسوي مع فادي، وش الخطة اللي أنت بتسويها؟ خليني بس أعطيك أول شيء بنشوف التقارير تبع الدكتورة. سيد فادي ما شاء الله عنده الدهون أكثر شيء متركزة بمنطقة البطن، نسبتها كثير عالية، هذا الشيء مو منيح، بيعمل بيؤدي لأمراض بالمستقبل، ضغط، سكر، فمنيح إنه اخترت إنك تبلش. الشغلة الثانية عنده احتباس سوائل، لازم يغير من عاداته الغذائية، وهذا الشيء بلش فيه هو أوريدي. الشيء المنيح مشان يتفائل انه نسبة العضل بجسمك ما شاء الله منيحة، حلو. فهذا الشيء بيساعده انه يصير نسبة الحرق تكون اعلى، تصير نسبة الحرق اعلى من الاشخاص اللي نسبة العضل عندهم قليلة. طيب كم تتوقع فادي ياخذ وقت علشان يعني هذه الرحلة اللي بيعيش فادي فيها؟ هلا هي من 4 شهور لست شهور ان شاء الله بيكسر المية يعني، بس بتصفي حسب اذا التزم. اذا التزم يعني عندنا تجارب سابقه، وان شاء الله فادي الشيء اللي منيح فيه انه هو شخص بيحب الرياضه، حلو، بس يمكن بده بس مين يوجهه صح انه يختار النوع النشاط الرياضي اللي يفيده اكثر بالمرحله اللي هلا عم يمر فيها. طيب فادي ويتعدل كل فتره يعني نعدل على البرنامج عشان ما يطفش، وعشان كمان احس العضلات يحتاج لها يضل فادي. انت ايش اكثر شيء متحمس له في هذه الرحله يعني اللي انت بتبداها؟ الاكثر شيء متحمسه انه حيكون عندي كل يوم تمرين الصبح لبلش نهاري بنشاط، حلو، لحتى اكسر هيدا الخمول اللي عندي على كثره الدهون والاكل. اكيد بالرياضه هي اهم شيء بحسها، اكيد. وطبعا الواحد لما يكون عنده تارجت يبغى يوصله اكيد يكون كثير متحمس. طب كم مره لازم فادي يتمرن في اليوم؟ يعني نشوف ناس يروحون اكثر من مره للجيم. أكثر من مرة باليوم قصدك؟ هلأ بالفترة الحالية فادي بحاجة لخمسة لست أيام بالأسبوع، بس نوع النشاط الرياضي هو بيعتمد أنه نفوته بالجو الرياضي، يعني ممكن يبلش بنص ساعة نوع نشاط هوائي كارديو، بعدين يغير بعد فترة شهر أنا بعدله. اليوم الخامس اللي هو فيه يكون نشاط رياضي بس ترفيهي، يعني ممكن يسبح، حلو، او يطلع سايكل برا او شيء، يعني بيكون 5 ايام بالجيم، يوم بيناتهم ترفيهي ويوم راحه كامله، بيكون ما في يعمل اي نشاط رياضي مشان ريكفري للعضلات وللجسم. نوع النشاط الرياضي بيكون متدرج كثير بطيء لحتى ما يعاني من اصابات، لازم يكون مدروس، ما تكون عم تعمل نشاط رياضي عشوائي، يعني اذا انت بتلعب رياضه او كنت تعمل شيء بشكل عشوائي، ما بعرف اذا انت كنت اخر كنت فتره كنت العب تنس، المفروض بيصير عندك وجع ركب 100%، لانه وجع ركب لانه التقل اللي عم تحمله انت عم تنظمه بطريقه عشوائيه، لبين ما تروح الفتره الاولى مثلا 10 كيلو 15 كيلو انت بتغير الحمل التدريبي تبعك، الشده، الوقت، طول فتره التدريب، نوع النشاط الرياضي، مندخل تمارين مقاومه. طيب خلينا نشوف عمر، نشوف شويه من التمارين او كيف راح يبدا يومه الأول يعني. فادي قلبي معك، تفضل. تمارين ممكن تمارين بسيطة بالفترة الأولى، بيعمل وورم أب على المشين مثلاً، نفترض 10 دقائق لربع ساعة، بنعمل تمارين للخصر أو هوائية هي مدرجة، فيك تبلش مثلاً فينا نعمل هيك تمارين، خلي كوعك مسكرين وبتعمل بالجزء العلوي بس من الجزء السفلي ثابت على الأرض، أوكي، أيوة، وبتحرك بس الجزء العلوي من الجسم. تمارين الخصر أي ببلش يتعود عليها، كان هيك او مثلا بتبلش بعد فتره بتحرك شوي ايديك عشان بس يصير في طراوه بالجسم. بنتعلم التمرين السكوات بشكل صح، طالما في كرسي بتقعد بشكل، اول شغله مشان ركبك خليني ورجيك، بس انت هاي الكرسي بتخلي الركب قاعدين، الركبه ما بدها تطلع برات المشط، انت بتوقف بطريقه افقيه وبترجع بتقعد، ما تضل عود ارتاح معلش مشان ترجع تعمل مره ثانيه تكرار ثاني، اوكي، مشان تخلي الضغط كله على الرجلين، بس تطلع تعمل هيك بصير الضغط على الركب. هذا فيك تعيده كمان من 15 ل 20 مره، ايوه، ضل متاكد هيك انه عم تعمله 100% صح. اذا بده يعمله بدون كرسي بالفتره الحاليه راح يصير اجباري، يصير في خربطه بالتكنيك فبيضر ركبه وظهره بالفتره هاي. هذا تمرين، فيك تعمل كمان تمارين مثلا رفع الركبة يمين يسار،
هاي لا وضعك تمام وضعه اوكي يعني بالفتره الحاليه على طول التمارين بتكون بسيطه ومتدرجه ومشان نركز كمان على الناحيه العضليه شوي فيك تعمل بوش اب بس بطريقه كمان خلينا نقول بيجنر يعني بتحط على ركبك وبتنزل بس بالجزء العلوي ما في داعي تعمل فول بوش اب يعني بالفتره الحاليه كمان مشان نشغل ورينا لياقتك يا فادي نوع من تمارين المقاومه ايه ما شاء الله اموره اوكي يعني ما شاء الله عليك يعني واضح اذا كان بنفس هذا الحماس اللي مارسها قبل انه راح تساعدك كمان لا هو بالريبورت مبين انه في بجسمه في نسبه عضل يعني فهالشيء بيساعده انه حتى الحرق يكون اعلى بال طيب متى يعني متى بيقدر مثلا يرفع اثقال يشيل اوزان في شيل في بس بظن بعد الشهر الاول بصير فينا ندخل نوع التمارين المقاومه الاوزان هي نوع من تمارين المقاومه بس نقول تمارين مقاومه مش شرط اوزان في يلعب هو وزن جسمه في يلعب عن طريق التي ار اكس عن طريق المطاطات وبعدين بنبلش ندخل له اوزان اضافيه اللي هي بالجيم بيحمل مثل ما بتقولي حديد هذا الشيء بيساعده ايضا على الحرق بس لحتى يصير عنده هو القدره انه يعني الليفل فتنس تبعه شوي يعلى يساعده لانه هلا بالفتره الاولى شو ما عمل رح يحس حاله رح يتعب لانه في نقص اكسجين أكيد. بالجسم ما بيوصل كافي للعضلات طبعا انا مره متحمسه لهذه الرحله انا كثير متحمس لانه حلو الواحد تنتقل حياته من خاصه لما يكون وزنه زايد وينحف يحس بتغير مره كبير فكوتش عمر شكرا لك وشكرا شكراً. لك يا فادي بس خلي بدي انصحه بشغله او اقول له او اكد عليه انه برافو عليك لانه اختار الطريق الصحي صح. ما اختار طريق انه يعمل عمليه او يتوجه لطرق يعني سهله وبدها نتيجه سريعه هذا الطريق من 4 شهور لست شهور هي قدام المشاهدين رح تشوفوا فادي شخص ثاني رح تشوفوا فادي حدا ثاني بعد ثاني ان شاء الله ان شاء الله يعني صراحه احنا كلنا متحمسين نشوف هذا التغير خاصه انه بطريقه صحيه زي ما قال عمر فالحين احنا في صباح الخير يا عرب قررنا انه احنا نواكب فادي طوال هذه الفتره لحد ما يوصل للنتيجه النهائيه وان شاء الله يوصلها يعني قبل 6 شهور